هل تقبل بأن تكون وزيرا؟ ما أبيك ترد علي الحين، رد علي بنهاية الفيديو. تخيل نفسك وزير، منو ضدك ومنو معاك؟ بالبداية عندك مدير، طبعا رئيس الحكومة، وعندك وزراء منفسين عليك، وعندك أعضاء مجلس أمة راح يطشرونك، وأي شيء يصير بأي مكان يعلقونك. يعني لو واحد راح علاق أو زلف أطول من زلف راح يصعدونك المنصة، وفوق هذا يقولك جماعة تويتر. أني بعد للمواطن، المواطن مسكين ما بين قروض وإهمال وقضية إسكان وشوارع مكسرة، أول ما يشوف وزير يعتقد أنه بيقلب الديرة زيورخ ويلحقك وين ما تروح. بس دير بالك لا تكون أنت بعد نائب أصلا. الحين تقدر تقول لي منو اللي ممكن يكون معاك؟ ممكن تكون المدام، بس خلني أقول لك شغلة، والله لو زعلان عليك لا توقف مع أول استجواب ضدك. الحين رد علي، تبي تكون وزير؟